السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشاهدين غزاء انني كنت قادمه باش دارون كلشي بخير. نتمنى اكل زكين بخير وعلى خير يعطينا ربي. راه ونتي نيتي كليتي غادي مرحبا بكم على القناه الاخوات تيتمتين. غسد يعطينا ربي. رديتو نشارك الطريقه اللي سرد عندنا كره الفطائر الكاسكروت نوض الفطور غير كلي تزران. المقادير اللي راكي تحتاجي داري غير كاس السميده، السميده رقيقه اللي سنت على الحرشه، الكاس وكرن الفورس، الكاس العصير الليمون، الكاس ومان دا يتقليت، المعلقه من الزين الخميره العجين، ديميك الملحه، المعلقه ونص سنيده اللي داري غير يا التخمير ديال فاني. ملي غادي نبداو نخلطوا المقادير اللي سنا تقريبا العجين نسنا لي تكا زوندغوا لي سنتعدل البغرير، الطريقه اللي سنتعدل البغرير مي غير غواد تلاقي سلبنا الليمون بالطريقه اللي سينوا تختلف. نتمنى تجرب الطريقه هاد تيركني بصراحه الطريقه ديال الليمون حتى كنفول كنبهرها. بسم الله عندك الكاس ومان، الكاس الليمون، عندك يا تقلايت زين سنيدة معلقة أونص لسنة زايد الخميرة ديميك الملحة، يعني الخميرة على حسب الجو. نقل الكاس السميدة كاين الكاس الفورس نسمي الفاني، صراحة فاني بالليمون كنتاش كندهرا كنتاش كنريح نسمي تفوتي الخميرة راسنا جاتي غير الفرن شكو اكليس نص الخميره يا فنكا ومون مكسيكو باش تكا الجبين اللي تكا. بسم الله كلي تزران لازم نخلط مزيان اللي تخلط الخميره لسنقه غير درت نحبو تقريبا يعني نص ساعه على 20 دقيقه. كون غير ما يدينا كي تزران بطريقه يعطينا ربي. الاخوات غيلات غير كلي تزرانت ها العجين يخمر. بسم الله هاتي لا بوليغا الفوقات غير كلي تزرانت العجين غير دوسو يجي العجين لي جارنا زين كلو. بسم الله ها غيلا يتقل شوية غتنحرك هكا إلا درا نشعل المقلة غتحمو باش نبدو غتنسنوا يعطينا ربي. غنغمايم زيدنا دور دم سناني أركي تزران بطريقة الفطائر يعطينا ربي. إلا ما كنت يتعبان نسى الفينو ولكن صراحة مكري تعجب من السميدة. الأخوات كلي تزران المقلة اللي غتنسنو المقلة البغرير ماري راس نصغر سن الكوك من الزبدة. بسم الله
بدون طريقه البغرير، ولكن الفطائره دارت المسجلات. لا الماء داخل خصني اختار الكليس من الماء. الزبدة كيتغرم في معلقة تقريبا ذوبتي من الزبدة. نعاود هاني الطياط تمام. بسم الله معافية الجميلة هاكي لي الزران هاكي تنزرا نواغي الزدار تحمر عاد ستنس قلب الوقت اللي تنزرع هكا دغيلا تنشف نوان بعد انت تنسقلب في الفرنت باش تحمر الجيع يعني غلي صراحة تما الاخوات تجرب نفس الطريقة يد من الليمون اللي ما ولو ريرينا يد الليمون يغلب بلاصة الليمون هكا يسيق الحليب هادي حتى الحليب غير ست اشقاء الفطائرة دي فولكي الاخوات وكليت زران تاع الفطائر التي يوجد مسنوت يحمر وكليت زران صراحة هذه التشكا يفوكي يرطب ها وكليت زران يمشيش اتمنى الاخوات تجربن الطريقة صراحة يفكر ريحة الليمون يفولكي بارا اتمنى الاخوات تجربن الطريقه يا لسنت مليغه تيرا كل تعجبيتي ربي غيلا دوري غاما قبل داونتيني ارتيكليتي هاد الفيديو هاد والسلام عليكم.